أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو المقدم من شركة ون فاينانشال ماركت. ارتفع سهم نتفليكس خلال تعاملات يوم الأربعاء بأكثر من 7%، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها للربع الثاني من عام 2022، حيث سجلت أرباح فصلية بما يقارب $1.44 مليار خلال الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ1.353 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الشركة أيضا أنها فقدت ما يقارب 970 ألف مشترك، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى فقدان ما يقارب 2 مليون مشترك. ذلك عزز الارتفاعات بالنسبة للسهم، ورأينا ارتفاع بأكثر من 7%، وأيضا أغلق السهم بالقرب من مستويات الـ216 دولار. ومن الناحية الفنية، السهم على المدى القصير أمام مزيد من الارتفاعات، وقد نرى ارتفاع بالقرب من مستويات الـ250 دولار. هذا بالنسبة لتطورات سهم نتفليكس وأيضا نتائج أعمال الشركة. شكرا للمتابعة، وانتظرونا في فيديوهات أخرى.